حياة طيبة لكل مشاهدي ستات على نهار، ودائما الأمنيات والدعوات لفلسطين ولشعب فلسطين. وصباح الخير ومساء الخير. صباح الخير عليك يا سوير، صباح الخير على كل مشاهدينا، وأهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من الستات. ورغم أن احنا النهاردة الأربع، ففات أكتر من أسبوع وأيام على يوم الجمعة اللي فاتت، والتفاصيل والدروس اللي استفدنا منها، وازدواجيات الغرب ازاي بنتعامل معاها. اعتقد ان محتاجين ان احنا نعمل تحية مرة تانية لتفاصيل وشخصيات قدروا ان هم يوصلوا للغرب، ويوصلوا صوت الغضب، ويوصلوا الجزء الأهم والحقيقي والأدق من الصورة اللي الغرب مش شايفينه. الغرب مش شايفين إلا إن حماس إرهابية. حماس إرهابية، والسياسة الإسرائيلية إيه، واللي بيحصل لفلسطين إيه. فلازم ما نكلش بالمكيالين، الاتنين إرهابيين، ولكن في إرهاب تفوق اللي هو الإرهاب الإسرائيلي. مين من الأكثر حد من الشخصيات اللي قدروا يعملوا أو يوصلوا للغرب؟ أنتي بصي، إحنا زي ما أنتي قلتي، إحنا الفترة اللي فاتت دي اتعلمنا درس مهم جدا، وأعتقد أن إحنا محتاجين كلنا أن إحنا نهتم بالموضوع ده. إحنا اتعلمنا الدرس الأهم، هو أن إحنا نتعلم نخاطب بره والكيانات اللي بره بالطريقة اللي هم يفهموها، باللغة اللي هم يفهموها، باللغة اللي هم يقدروا أنهم يفكروا فيقرروا ان هم يبصوا من طريقه وزاويه تفكيرنا علشان خاطر يتعاطفوا مع القضيه الفلسطينيه. اللي حصل حقيقي زي ما سهير قالت، انا بشوف ان طبعا في شخصيات كتيره جدا تستحق ان احنا نشكرها على الطريق والدور اللي هم عملته، منه طبعا الحوار التاريخي اللي عمله باسم يوسف. باسم يوسف هو شخصيه مصريه شاطر، هو مذيع، هو مش بس مذيع، هو حد كاريزماتيك جدا، وهو عارف ان هو عنده الكاريزما دي، هو شاطر في كل حاجه هو بيعملها. حواره مع بيرس مورجان كان معروف ان بيرس مورجان من اكتر الشخصيات الغتته في عالم التقديم الاذاعي التلفزيوني الانجليزي، وفكره ان هو ما كانش بيدي اي فرصه لاي حد. باسم يوسف بطريقه، لان هو عايش في امريكا، ولان هو ستاند اب كوميديان بيعمل كتير من الشوز في امريكا، فتعلم الطريقه اللي يتكلم فيها مع الامريكان ومع العالم الخارجي بيبقى طريقه مختلفه خالص عن ما احنا بنتكلم بينا وبين بعض. فالنهارده باسم يوسف عمل اللي كتير من اقول ايه من القيادات الناس كتير جدا ما عرفوش يعملوه، ان هو وجه السبوت لايت للقضيه الفلسطينيه، خلى ناس كتير جدا تبقى بتبص تقول ايه ده، هو الراجل ده بيتكلم صح. اولا هو كان محضر نفسه كويس جدا، هو كان مذاكر كويس جدا، هو اتعامل بنفس الطريقه اللي هم بيفكروا فيها. الاول قرر ان هو يدين حماس باللي عملته في الكيان الصهيوني، وبعد كده ابتدى بكل، اسمحوا لي اقول، بمعلمه غير طبيعيه وغير مسبوقه، انه بعد ما خلصتوا وسمعتوا اللي انتوا عايزينه، تعالوا بقى نتكلم في اللي احنا عايزين نقوله، وحقق جون وجاب جون في هذا الحوار الممتع اللي كتير مننا كلنا تابعناه. زي ما مفيدة بتقول، هو جاب جون أو أجوان الحقيقة. طبعا يلا أكتر من جون، يعني هو كان في دور لو قلنا بالأجوان، يعني في خط الدفاع كان مدافع قوي، في خط الوسط كان بيرقص كويس جدا في الطريقة وفي الكاريزما وفي المعلومات وفي الردود، في الهجوم كان قوي جدا وعمل اجوان كتير. بمناسبه الكوره، محمد صلاح انا شايف اللي قاله ده منتهى العقل، منتهى الوطنيه،
منتهى الثبات الانفعالي. احنا مشكلتنا في مصر والدول العربية ان احنا بنحب الناس الحنجوري، الكلام والزعيق والعياط والمشاهد المؤثرة مش حقيقي. هو الراجل اتكلم كلام رائع وإنساني جدا ومنطقي جدا. احنا بنحييك يا صلاح، بنحبك يا صلاح. اي حد كاره قال غير كده فدول يعني الوعي عندهم مش عظيم او الوعي عندهم غير موجود، والإنسانية اللي عندهم او تصورهم للدور اللي المفروض حد مؤثر زي محمد صلاح يعمله مش وصل لهم بشكل جيد. المشاهدات اللي حصلت على محمد صلاح وعلى باسم يوسف بتقول ان احنا بقى عندنا ناس مؤثرين مصريين ما كانوش واصلين، بيعبروا عن كل العرب، ما كانوش واصلين قبل كده بقوا واصلين. فمحمد صلاح كل الحب كل الامتنان وكل السعادة بهذا الوعي وهذه الإنسانية القوية وهذا الأداء الرصين المحترم. كل الناس اللي من أول ما ابتدت الغزو أو الهجوم الغاشم على غزة وكل الفيسبوك كان بيطالب فين محمد صلاح، لازم محمد صلاح يقول حاجة. أنا بعتقد أنه وقت ما كنتوا كلكم بتطالبوا من محمد صلاح أن هو يكتب بوست، أتوقع أن بطريقة تفكيرنا العربية اللي بتحترم انتوا كنتوا عايزينه يطلع يقول نانا أدين الكيان الصهيوني، أنا أدين اللي هم بيعملوه، أنا مع غزة. زي ما انتوا عارفين كويس جدا وزي ما احنا قلنا في أول الحلقة، إن علشان أكسب بونت لازم أتعلم أتعامل مع الناس اللي أنا عايز أكسب منهم البونت ده إزاي. محمد صلاح لو كان طلع وكتب البوست اللي احنا كلنا كنا فاكرين ان هو بقى ده هو ده اللي هيلفت النظر، ما كانش النهارده محمد صلاح الكلمه اللي هو قالها متاخده في جميع انحاء الجرايد العالميه. كلمه محمد صلاح اتاخدت كوت في كل مكان، احنا مش هنعرف نوصل له. لو كان اتكلم بالاسلوب اللي احنا كنا عايزينه يتكلم ما كانش حد اخذ منه الكود ده. محمد صلاح لما طلع يتكلم، ولا هو عشان حفاظا على مكانه او على شغله، ولا ان ده برضو نقول له انت ليك حق، كلنا بنحافظ على لقمة عيشنا ومش عيب ابدا ان هو يخاف على نفسه، ولكن هذا الرجل بمنتهى الذكاء زي باسم يوسف بالظبط قرر انه يتكلم بنفس اللغة. ايه اللي يخلي الناس كلها تلتفت حوالين الكلمة اللي القياديين او الناس المؤثرين بيقولوها؟ ان هو بيتكلم في الانسانيات، ان هو بيتكلم على الارواح، ان هو بيتكلم على ان بلاش الاطفال بتموت في ذعر في النساء، ان الناس مش لاقيه تاكل، مش لاقيه تشرب، مفيش كهرباء. الحاجات دي سواء ردت او لم ترضى بتفرق مع العالم الخارجي. هو ده الكلام اللي بيخلي الناس دي تبتدي تسمع وتقول ايه ده، في هنا عندنا في حد بيعاني من الانسانيه او نقص في الانسانيه. النهارده لو صلاح او باسم كانوا هما الاثنين جم بمنتهى العنجهيه اللي حصلت من نجم موجود بحترمه جدا وبقدره، في نجم قال لك احنا نحارب، ما هو موقف هذا الشخص او ايه التأثير اللي الشخص ده عمله عشان يوصل صوتنا لبره؟ فرق لا، هو احنا هنا بس كده، الجماعه اللي قاعدين الله عشت يا باشا، ايوه هو ده اللي حصل، بس احنا مش عايزين ده حقيقي. يعني احنا مش عايزين نكلم نفسنا، يعني احنا في الاخر خالص مش هنستفيد حاجه ان احنا نكلم نفسنا. الاثنين دول هم الناس الوحاد اللي اخترقوا العالم الخارجي ووصلوا صوتنا بمنتهى القوه، لدرجه ان اتعمل فيديوهات على تيك توك بصوت باسم يوسف وهو بيقول كلمتين عن سوبرمان او بيتكلم عن الكيان الصهيوني بصفته شخص نرجسي. الكوبلي ده اتاخد تيك توك واتعمل، ابتدى الامريكان وغيرهم 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 يقلدوه ويتكلموا عنه. هل اي حد فينا كان ممكن يعمل
ده الا واذا لو ما كانش خاطبهم بالطريقه اللي هم يفهموها. احنا في عالم اللي احنا اتعلمناه اليومين دول ان احنا لازم كلنا نبتدي نبقى اذكياء ونبتدي نخاطب بالطريقه اللي هم يفهموها، الانسانيه، قطع الميه، الاطفال اللي بتموت، الستات، النساء اللي مش اللي بتفقد ولادها، الحاجات دي هي اللي بتفرق معاهم. وكمان كان الفترة اللي فاتت دور المؤثرين والمتطوعين في نقل الصورة والحقيقة على الأرض لحظة بلحظة بعفوية بدون أجندات، كان دور أهم وأوضح يمكن من الصحفيين، كان لهم دور عالمي. من طبعا الناس اللي كانوا مؤثرين رحمة زين وصراخة وكلامها، من الناس المؤثرين ميرنا الهلباوي، من الناس المؤثرين مي يعقوبي، من الناس المؤثرين محمد مكاوي. كل الناس دي راحوا هناك وعملوا وهم مرابطين عند المعبر، ويمكن احنا مش عارفين نكلمهم لان الارسال هناك مازال سيء، ولكن هم بيأدوا دور مهم جدا وقوي جدا، وهو ده اللي مطلوب. لان الناس اللي بتكيل بمكيالين وشايفين ان حماس ارهابية، ولكن هل السياسة الاسرائيلية هم مش ارهابيين؟ هل الممارسات الاسرائيلية ليست اشد قسوة بكتير جدا من اللي عملته حماس؟ نرفض ما تفعله اسرائيل في شعب فلسطين. انت مش هتبقى بطل وبتكسب حرب على ناس، أطفال، نساء، رجال، ليس لهم إلا الله، قوتهم الوحيدة هي الله. فأنت أنت دول مدنيين، إزاي أنت يعني تعاقب المدنيين بعقابك لمنظمة زي حماس؟ المدنيين ملهمش أي علاقة خالص بأي سياسة، فالمفروض أن يبقى فيه رحمة، والمفروض أن يبقى فيه عدالة في الغرب في النظر للقضية، مش بعين أو وجهة النظر الإسرائيلية، أو أن هم ضد حماس، أو أن هم شايفين حماس جماعة إرهابية فبالتالي إسرائيل لها الحق أنها تعمل كده. لا، المفروض أن احنا يبقى فيه موضوعية، ويبقى الأرواح كلها مقدسة، ويبقى ما ينفعش ان انا انحاز لطرف لان انا ضد الطرف. انا كشعب انتمي، او للاسف انا موجود في ظل وجود هذه المنظمه، ما ينفعش انا ادفع هذا الثمن. الناس اللي بتشوف الزاويه دي ينطبق عليهم قول الله تعالى: ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكي عمي فهم لا يرجعون. احنا بنتمنى وبندعو في صلواتنا وفي كل وقت ان شعب فلسطين وفلسطين الرحمة من عند ربنا، الرحمة من المجتمع الدولي، العدالة اللي بنقيس بيها وجهات النظر وتحيزنا في المجتمع الدولي والدول المنحازة لإسرائيل فقط، ان ينحازوا ايضا للإنسانية وينحازوا للشعب الفلسطيني. خلينا مفيدة نطلع فاصل ونشوف معانا شخصيات مؤثرة جدا وعملت أشياء. احنا بنقول طول الوقت نعمل ايه غير ان احنا بنقعد نشوف الفيديوهات ونقعد نعيط ونقعد ندعي ونقرأ قرآن ونصلي ونكتئب وكل الحاجات دي؟ اكيد في افعال او في افكار. خلينا نشوف ممكن نعمل ايه وازاي نقدم الدعم كل حد بطريقته بعد الفاصل. التالي: كيف دعم صناع المحتوى القضية الفلسطينية؟ في
وقت الأزمات الكل جندية، يخدم القضية ويدافع عنها بكل ما يملك مهما كانت النتائج. ومن هنا كان لصناع المحتوى من بلوجرز ويوتيوبرز وغيرهم دوراً خاص في إيصال الصوت الحقيقي للفلسطينيين إلى الغرب وسط التشوهات الإعلامية الغربية عنهم. دعا صناع المحتوى المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي لمواجهة الخطاب الغربي للأحداث في غزة باعتباره خطاباً غير منصف ومتحيز للجانب الإسرائيلي. إيصال حقيقة ما يحدث في غزة بكل لغات العالم كانت مهمة صناع المحتوى المصريين الذين أطلقوا حملة وسط اتهامات بتواطؤ خوارزميات ميتا وشركاتها وإخفاء منشورات دعم فلسطين. وعمل المؤثرون على ترجمة ما يحدث في غزة دون تجاهل السياق التاريخي للقضية والصراع، وحققت بعض تغريداتهم ملايين المشاهدات حول العالم. فهل نجحت مقاطع صناع المحتوى في تحويل بوصلة التضامن العالمية نحو غزة؟ بنجد تحية لكل المشاهدين. وكيف نقدم دعم للقضية الفلسطينية؟ الحقيقة موقف مصر الرسمي والشعبي شديد الاحترام، ونفتخر دايما بالموقفين. الحقيقة مصر على المستويين بتقوم بدور كبير جدا جدا من وقت بداية الحرب على غزة، وكل الهدف هو وقف هذا العدوان. في طبعا على مستوى الدولة تحركات، والقمة اللي دعت إليها مصر، وعلى المستوى الشعبي ومستوى الناس كتير جدا من الناس خرجوا في الميادين، وناس تانية اللي هم مؤثرين فعلا ما اكتفوش ان هم يبقوا مؤثرين لينا احنا او مؤثرين في الدول العربية، ولكن لازم يبقوا مؤثرين في الغرب، لأن الغرب يرى بعين واحدة. الغرب لا يرى إلا بعين إسرائيل فقط. فإن أنا أكون بستخدم السلاح علشان أوري للغرب إنه أنت شايف الصورة خطأ تماماً، أنت شايف جزء من الصورة صغير جداً، مش هي دي الصورة، صورة أكثر رعبا واكثر قسوه على الجانب الاخر مش على الجانب اللي انت منحاز له. وعشان كده احنا عندنا مجموعه من المؤثرين ومجموعه من اصحاب الراي والرؤى والفعل بالفعل. ويسعدنا يكون معانا الاستاذه امل فوزي، اهلا بيكي. ويسعدنا ان احنا يكون معانا شخصيه رائعة على المستوى الدولي ومديرة المركز الأوروبي الشمال أفريقي للأبحاث دكتورة سارة كيرة، أهلا بك يا دكتورة. ومعانا البلوجر الجميلة كنزي مدبولي، ومعانا البلوجر الجميلة منة متولي. وسعداء جدا بكل الأدوار اللي انتوا عملتوها واللي لسه أكيد مكملين وهتعملوها. أهلا وسهلا بيكم، منورتونا وشرفتونا. وزي ما سهير قالت إحنا في المرحلة دي حقيقي محتاجين إن إحنا نبتدي نغير طريقة حوارنا بالذات للخارج. الخارج ما بيصدقش أو مغسول دماغه من الميديا بتاعته، من الشخصيات العامة بتاعتهم، وما مصدقين كل حاجة حقيقي. بس الحقيقي لفت نظرنا وإحنا بنعمل الحلقة دي إن إحنا حابين نقول لكل أصدقائنا بيتفرجوا علينا إن في أمل، في أمل في وجود بنات وولاد، عشان ما حدش يزعل مننا، في ولاد وبنات وولاد متميزين جدا دخلوا في الصورة بشكل إحنا ما كناش متوقعينه. فاسمحوا لنا إن إحنا الأول نتكلم مع التيك توكرز، وإنتوا من خلال خبرتكم تقدروا تقولوا لنا وتكملوا لنا هل فعلا الدور بتاعهم شيء إيجابي ولا لا. هبتدي الأول مع منا. منا إنتي كتيك توكر كان عندك بلاتفورم كبير جدا، بتعملي فيه حاجة كتيرة جدا، لكن مرة واحدة قررتي انك تغيري الستايل وتبتدي تكلمي بالانجلش وتبتدي تقدمي القضية الفلسطينية بشكل مختلف. هل حصل فرق بجد؟ حصل فرق، وفرق كبير وملموس. يعني الاول كانت الناس، اول فيديو نزلته كانت الناس بتهاجم
ولأ وانتوا شايفين الدنيا من ناحيتكوا انتوا، ما تعرفوش الناحية التانية حاصل فيها ايه. أوكي. وانتوا مضحوك عليكوا وكل الكلام ده. بعد كده فيديو في فيديو الكومنتس فرقت من الناس برا، بدأوا يشوفوا، بدأ يبقى في ردود فعل على الفيديو الذات نفسها، ان هم شايفين ده وبيقدموه هم بطريقتهم للناس اللي عندهم هم. بالزبط. يعني بيبدأ يتاخد الفكرة من المحتوى بتاعنا، بيبدأوا هم يعملوا الريسيرش بتاعهم بقى أكتر، فيبدأوا هم يقدموا للناس برا بطريقة كمان أوسع. يعني حتى لو إحنا ما قدرناش نوصل لـ 100% برا، هم لو وصلنا لـ 10% الـ 10% بيقدروا الـ 5% اللي اقتنعوا منهم يوصلوا أصواتنا لبرا بكميات أكبر. وبيقتنعوا، وما بيبقوش الأول كانوا مصدقين إن ده حاصل، بس الفيديوهات والصور وبيشوفوا الدلائل اللي مش موجودة عند الناحية التانية، بيشوفوا دلائل وحاجات ما شافوهاش خالص في الميديا عندهم، فبدأوا يقتنعوا، بدأوا هم كمان ياخدوا أكشنز من ناحيتهم. أوكي. طب دكتورة سارة، هل بتشوفي إن الإعلام الغربي المنحاز لإسرائيل، قلت لفلسطين يا رب، لإسرائيل فقط، ده قناعات ولا أجندات؟ يعني توجيهات ولا قناعات؟ الاثنين. هم عندهم قناعاتهم بتتكون من التلفزيون. يعني احنا لو بصينا على الأمريكان، نسبة الأمريكان اللي بيسافروا بره أمريكا وعارفين الناس 8% من الشعب، فعشان كده دورهم مهم قوي قوي، لان هم بيخشوا لهم لغايه هناك. انت مش مضطر بقى تسافر او تدور على قنوات تجيب لك الحقيقه، لان هي اجندات وقناعات الاثنين. فانا شايفه ان احنا المره دي نجحنا قوي قوي بالمستوى على مستوى السوشيال ميديا، بالمستوى الشعبي، في ايصال صوتنا. يعني دي مهمة. أنا ما استنيتش إن حد، إحنا كنا في الأول بنستنى إن هم يفتحوا قنواتنا ويشوفونا، كنا بنكلم بعض جوه. صح. إحنا بنكلم بعض، هو بره مش فاهم. فال زي ما حضرتك أشرتي برضه، فدور مهم، ده أهم من أي حد. دكتورة سارة، من وجهة نظرك أنت شايفة أن ممكن نقول أن العالم الخارجي ابتدى ياخد باله من أن في حاجة غلط من بعد ضرب المستشفى؟ لا، من بعد ما صوتنا وصل. هو ما يفرقش معهم ضرب المستشفى، هي من الضجة اللي حصلت هم أحرجوا. طب يعني تفتكري صوتنا أول سهم اخترق المجال كان إيه؟ كله. كلنا كل هو ما فيش اي، يعني انا بيجي لي دلوقتي فيدباك من بره ان الصور اللي بيشوفوها عندهم هم عارفين انها فيك. yeah. هم عارفين انها فيك نيوز. بيقولوا لي احنا we're surrounded by a lot of fake news. اخبار مزيفه. وشايفين ان المستشفى لما اتضربت مش اسرائيل اللي هم دلوقتي. مش فاهمين ايه اصلا. هم مش فاهمين المستشفى، او هما سمعوا ان اول حاجه، اول رصاصه طلعت ان الريبورتر اللي قالت ان شافت اطفال مقطوعين الراس، ده كان اول سهم يعني خلى الدنيا عندهم ايه، ربطوا بقى الجهاديين بالارهاب الاسلامي، بالحته في الشرق الاوسط اللي فيها مشاكل دي، اللي احنا عمرنا ما فهمنا المشكله ايه. بالظبط. ولا ايه السبب، فهم حاولوا يصوروها ارهاب اسلامي. حتى في فرنسا الاعلام صور ارهاب اسلامي، بعدين خرجت بقى هي وخلاص فهموا ان الموضوع خارج، يعني في ملف قديم قوي بيتحيي تاني. فاللي عندهم من السن الصغير مش عارفين اصلا، مش عارفين ان اسرائيل دي دوله محتله، وكونكشن معاهم مع السوشيال ميديا اسرع مننا. بالظبط. عشان كده الدور ده مهم من اي قنوات اخباريه ومن اي حاجه تانية. طيب استاذه امل، انت كنت لسه بره، شفت ايه بره؟ هل هم دريانين بينا وبالمأساة وبالوضع المأساوي والنفسي اللي احنا فيه كدول عربية وفلسطين؟ اولا عايزة افكركم، وحضرتك بتسألي الدكتورة سارة، انه بايدن طلع قال بدل المرة، وقال انا بعيدها للمرة الالف، لو لم تكن اسرائيل موجودة لاخترعناها. أيوة. فده مؤكد هم في مصلحة كبرى من وجود هذا الكيان في هذا المكان في الشرق الأوسط. خلينا نتكلم على نقطة تانية مهمة حضرتك بتقولي لي وجهة النظر، هي اللي حصل
انه ما تم تم في حفله في موسيقيه، فهم بيصوروا للعالم في جميع للاسف القنوات التلفزيونيه انه ده اعتداء على سيدات واطفال وبتاع، بيتكلموا على اللي تم على الاسرائيليين. كل البروموهات على كل القنوات بتتكلم على اسر الـ 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 الاسرائيليين اللي ماتوا او الاجانب اللي كانوا موجودين، لان كانت في حفله في ناس من كل بلاد العالم. ويمكن إن من لما كان في لقاء القمه كان كل في واحد رئيس وزير خارجيه بيتكلم انا مات لي ثلاثه في الحفله، انا مات لي اثنين في الحفله. خارجيه فرنسا وكندا كانوا انحياز تام، وايطاليا كلهم الحقيقه، الحقيقه كلهم الحقيقه ما حدش فيهم جاء قال. لكن من وسط دايما كل الم بيطلع امل. الحقيقه في كذا امل في وسط كل هذه الصوره الضلمه السيئه، منهم امل الشباب الصغير، امل الشباب ده اللي احنا كنا بنتخيل. احنا جيل، انا جيل كنت طفله صغيره جدا ما شفت حرب اكتوبر وشفت كل الصراعات، وكنا بنتخيل ان جيل ولادنا والاجيال الجايه نسيت القضيه ونسيت الصراع اللي بيننا وما بين الكيان الصهيوني. الحقيقه الجيل ده لا، فجاه لقيناه جيل واعي فاهم مثقف شايل القضيه على كتافه، فحاسين انه في امل في بكره يمكن يتحقق على مدى بعيد، لكن هيتحقق. بره في الدنيا منقسمه جزئين زي ما قلت لحضرتك، الاعلام في انحياز كامل ولا يستطيع ان يعني هو مقتنع باللي هو بيعمله، متصورين كده. هو الاعلام اصله هناك يهودي، يهود تتحكم في العالم في كل مكان. كلهم اصحاب المخططات الكبيره، هويته يهودي. لكن الشارع بقى خلينا نقول ان الشارع ابتدى، وانا هناك كانت في مظاهرات قويه جدا، وجود عرب ومصريين وما إلى ذلك بيحرك وبيحاول الجماعات الموجودة دي في كل مكان أنه يطلع يتكلم في مظاهرات سلمية، خلينا نقول أنها سلمية، لأنه طبعا الناس دي يعني تعلمت أن هي لازم تتكلم بطريقة معينة. الغرب طالب مننا إيه؟ يعني دايما تواجه ما يقولك إيه؟ إحنا عايزينكم تعملوا نموذج غاندي انه او نموذج مانديلا، تحارب ومن غير صراع. ايوه بس دول ما تمش قتلهم وتم هم كانوا موجودين في ارضهم، تمش ابادتهم بالظبط، وما تمش اخراجهم من ارضهم، وما تمش في رغبه لانهاء لكن ده دائما الكلام اللي بيردوا عليكي بيه يقولك انت اصلك انت بتستخدمي السلاح. يا جماعه انتوا بترفضوا المقاومه، ده شعب محتل، يعني ايه انت بتسميني ارهابي او بتسمي المقاوم ارهابي؟ قال لك لا، ما انت اختار عندك نموذج غاندي او نموذج ده. الكلام ده الديبيت اللي بيحصل مع اكتر مع حد بره، عليك انك تختار. الدور الكبير اللي الشباب بيعمله ده الحقيقه انا الواحد لازم يركز معاه قوي، لازم يبقى عندنا عشرات، ومن حسن الحظ ان عندنا جيل بيعرف لغه. احنا كمان انا طالبه منكم ان انتوا دايما يبقى في لينكات مع كل الجهات الدوليه، يعني انت بتشيري حاجه لازم تلانكيها مع كل الاشخاص اللي ممكن تعرفي توصلي لهم. احنا عايزين كنزي، اصغر حد معانا وعندنا فيديو. كنزي انت بتعملي ايه؟ كنت بتعملي ايه وعملتي ايه؟ انا بعمل عامه محتوى كونتنت يعني تمثيلي، او يعني انا عامه بمثل يعني وبعمل سكريبتس وكده، فكنت بعمل حاجات كتيره، كوميدي ودراما، بتكلم على الاو سي دي، بتكلم عن الحاجات النفسيه يعني الامراض النفسيه. الفتره دي انا عامه الكونتنت بتاعي انا بعكس الواقع، بعكس الحاجات اللي احنا حاسينها. فطبعا لما حصل اللي حصل ده في فلسطين، فانا كان لازم اعكس الحقيقه واعكس كل حاجه احنا حاسينها. دلوقتي الكونتنت بتاعي كله عن القضيه الفلسطينيه، سواء عايزه اوصله للغرب سواء عايزه اوصله للعرب. معنا فيديو بتاعك. اوكي وبعدين كملي. اوكي سواء عايزه اوصله للعرب او الغرب، خصوصا كمان الاطفال. يعني انا من كام يوم امبارح كنت بعمل انترفيو مع الاطفال الصغيرين، لقيت 5 سنين عارفين يعني ايه القضيه الفلسطينيه، وده حاجه فاجئتني وحاجه بسطتني قوي بجد. 5 سنين 9 سنين كلهم عارفين وكلهم جواهم الحمقه بتاعت اللي هو انا عايزه اروح دلوقتي اساعد فلسطين. فده برده كان الهدف بتاعي، غير ان انا اخرجه برده لبره، لان في الاول لما كنت بترجم انجلش كانوا عاملين يقولوا لي مين هيسمعوا مين مش عارفه ايه. لقيت طبعا ناس من ماليزيا ومن المانيا ومن امريكا ومن روسيا، ناس كتيره قوي داخله عماله تعلق عندي all the love for Palestine from Germany مثلا. فحسيت ان هو فعلا عمل فرق، وده بيحمسنا ككونتنت كرييترز ان احنا نكمل في ده، خصوصا لما شفت فيديوهات لناس من اسرائيل اصلا بيتكلموا عن القضيه الفلسطينيه وان هم معايا. في ناس الحمد لله من اسرائيل مع فلسطين. بس انتوا مش ملاحظين حاجه دكتوره ساره؟ فيسبوك
انا شخصيا بيقلل الريتش. لا لا لا، وصلني من عندهم انذار ان هو هيقفل الصفحه. من ايام الانتفاضه وكان نتنياهو بيجيب مارك في اسرائيل ويتقابل معاه ويعملوا ميتينجز على الكلام اللي هيحجبوه، يعني اللي متابع الموضوع من بدري. لا ممكن تحكي لنا يعني تقول اه لا ده كان بترجم الاخبار وانا كنت بترجم الاخبار. أوكي. بيتقابل نتنياهو كان بيقابل مارك اول ما يحسوا ان في زخم في الشوارع في فلسطين، من اول الكلام اللي بلوكت على فيسبوك كلمه انتفاضه. معروف. كلمه انتفاضه هم وصلوا عشان بقى في ساحه تانية غير الفيسبوك، تيك توك قدامه على التيك توك او الانستغرام. لا الانستغرام كمان برضو تحت. ما انستغرام ما من ناحيه هو تيك توك عشان بلاتفورم صيني فما عملش البلوك. وتويتر وتويتر النهارده القاده الاوروبيين بيضغطوا على ايلون ماسك ان هو في كلمات معينه قبل ما اسرائيل تعمل الاجتياح البري. ده معناه ايه بقى؟ ده معناه ان هيحصل ايه بالظبط؟ وعايزين تمنعونا ننشر ايه؟ انا عايزه ده مهم جدا. هما بيروحوا يجيبوا رؤوس المنصات اللي بيعرضوا عليها. يبقى احنا دلوقتي التيك توك هو الامل بالنسبه لنا، او هو الشيء اللي ما لهوش. وقال الماسك انا ما اعتقدش ان هو الامل في الفولورز بقى، ان هما يفضلوا فولوينج عشان نفضل لينا المدخل ده. دكتوره ساره انت عملتي لقاءات كتيره واخرهم كان زي ما انت قلتي لي امبارح كان على جزيره انجلش مش كده؟ اسمحي لي اسالك، هم بيبقوا محددين لك الاسئله لا اللي لا هم عايزين الموضوع فقط؟ يعني احكي لي كده مثلا الموضوع بيمشي ازاي. لا بيكلموني عادي جدا. هو طبعا الجزيره انجلش از فيري بروفيشنال. بيكلموني احنا مثلا النهارده عايزين انسايت على الهيومانيتاريان او الموقف الانساني الوضع في غزه. اوكي. فانا بحسها بعرف اطلع يعني الفرق الاثر ان انا بتكلم بالفاكتس هم بيتكلموا بالعواطف، هم عندهم ناس يوصلوا لها، انا عندي استاذه امل في وسط الخبراء عندها كلام، فكل واحد انا بعرف اكلم، انا دارسه عندهم فبعرف اكلمهم بلغتهم وبالقانون الدولي. فييجوا يقولوا لي رأس الموضوع وخلاص انا تعرفت ان انا بعرف. انا خدت سكه ان انا اتكلم بره اكاديميكلي سبيكينج في الاعلام الدولي، خلاص هي دي سكتي. واحد زائد واحد يساوي اتنين. احنا بنتكلم بالفاكتس، بنتكلم اكاديميكلي سبيكينج، مفيش عواطف في الموضوع. طبعا القضايا اللي انا بنصرها هي قضائيه وهي دي اللي انا بتكلم فيها، سواء مصر ليبيا السودان فلسطين، ودي منطقه تخصصي. فخلاص تعرف، فبنطلع الارقام وبتعرفي منين بقى تهتي. يعني انت بيبقى عندك مثلا 7 دقائق. بالظبط. وانت عارفه الموضوع بس مش عارفه السؤال. فانت تخشي بقى تلمي كل المعلومات عن الموضوع، ومخك يبقى حاضر في ال7 دقائق انك لازم تقولي أنا كل حاجه. انا ما فيش خبر ينزل الا لما اقرا. لازم ثانيه بثانيه. دي قنوات اخبار يعني ما فيش. لازم ابقى متابعه كويس جدا واثره فين، ويدوني راس الموضوع اطلع اعرف بقى اوصل لهم ازاي، اقولها ازاي، اهيت فين، اقف فين، اقف على اني راي. هيومانيتيريان حلو، يبقى انتوا خدتوا التراك الحلو، تعالوا بقى. اوكي. رحت قايله لهم تقوم لا ثواني بقى، هي غزه دي بقى لها 20 سنه في الوضع ده، مش العشر ايام اللي فاتوا. ايوه بالظبط. والعشرين سنه اللي فاتوا دول ارقامهم كذا. والريبورتات موجوده. وبتبقى بانل يعني يروح سنين في حصار بقى. 7 سنين. 20 سنه في حصار. 20 هو في 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 لفظ اتقال حلو قوي، عمل تدريجي. غزه از ان اوبن اير بريزن. ايوه كان لازم بقى حد يقول الكلام بعد الجزيره الحته الهيومانيتاريان دي بالظبط، وتقوليها ازاي، ولازم تخش لهم. يعني متاكده ان هم ردوا الحقائق بالحقائق والحجه بالحجه، ولما شافوا الفيديوهات اتعصبوا اكيد من الشباب اللي عندهم. اكيد اكيد. فبتعرفي بتخش لهم منين. بعديها بقى جالي فيدباك، انا يو كي وشفتك، ثانك يو فور جيفينج ذا انسايت اون ذا غازا سيج، شكرا ان انت عرفتيهم. احنا بقى ما بتفكريش تطلعي على تيك توك؟
ما هو يعني ما انا عارفه ان انت مش هيبقى عندي محتوى جاذب على التيك توك. بالعكس انت بامكانياتك ومعلوماتك قوي يعني مش هيبقى بمعلوماتك انت لمجرد انك ممكن تعملي زي منا وزي كنزي مهمه. هم بقى يتولوا هذه المهمه بقى ياخدوا من عندنا الارقام ويعملوها بطريقتهم. احنا يعني للاسف لما خدت الطريق ده الطريق ده يعني كل واحد مؤثر في مجاله. الاعلام الدولي برضو مش سهل يعني ان انا اكون بطلع معاهم هوا واي هاف ذا تشانس او عندي فرصه ان شاء الله لو دقيقتين اني اقول وجهه نظرنا وبطريقه علميه صحيحه لا يبقى الحمد جميل. طب منى شفتي ازاي حوار باسم يوسف؟ حوار باسم يوسف كان ليه كذا طبعا ان هو سريع البديهه جدا متحضر جدا مذاكر مذاكر وفي نفس الوقت مذاكر الناس بتفتكر ازاي. هو لعب على ايموشنز ولعب على فاكتس ولعب على امريكان كاركترز بالظبط. هو كان ذكي جدا في الحوار من اوله لاخره ان هو يخليكي مركزه معاه في ال 40 دقيقه عايزه تسمعي هو بيقول ايه عارفه ان هو قاصد حتى الالفاظ اللي قالها او هو مش قايلها انت فاهمه ان هو مش قايلها كده هو قايلها يديكي سبايك معين بحيث ان هو يبقى على طول جذبك فاهمه حاسه بحمقه معاه. هو انا بعتقد ان بالالفاظ حتى اللي قالها هو جمع ما بين الجمهور العربي والجمهور اللي بيخاطبه الغربي علشان يبقى في ال 40 دقيقه دول بيكلم الاثنين بالزبط. في نفس الوقت بس هو كان قاصد الغربي اكتر الحقيقه طبعا كان محضر الارجمنت حلو قوي عشان يحضر ارجمنت زي ده بيبقى مذاكر لا بيبقى توغل في فكرهم هم الشعبي زي ما انا قلت اللي هو سؤال حضراتكم قناعات ولا لا لا هو في قناعات انا زي ما جالي بوزيتيف فيدباك جالي دي مش ارضكم وانتوا دول مجاوره بس من ناس اصغر عشان كده انا مسمنه دورهم جدا دي مش ارضكم دي دول مجاوره يا نهار ابيض ده انتوا مش فاهمين لا مش فاهمين طبعا ده مفيش هو كمان دل... جوجل بيلعب على الناس يعني جوجل دلوقتي لما تعملوا سيرش مين كسب حرب اكتوبر بيكتبوا اسرائيل فدي حاجه احنا اكتشفنا الحاجات دي كلها عاملينها من زمان اكتشفنا الحاجات دي بس الفتره دي ويكيبيديا برضو دول كانوا بيحاولوا يقنعونا بيها في الاكاديميه والقدس عاصمه ايه يعني عندهم اسرائيل على طول تحت مفيش عربية دي خالص لا لا مفيش مش موجود هو الحقيقة اللاعب أكبر هو في حاجتين مهمين اسمحي لي بس أقولك عليهم أول حاجة أنا مبسوطة بيهم لسبب المحتوى العربي أو المحتوى الكونتنت على الإنترنت من دول العالم العربي أو بالعربي 3% فكون إن إحنا نقدر نزود هذا المحتوى سواء بالعربي أو الإنجليزي من بلادنا وللأسف كمان 3% دي منهم 70% مكرر حاجات من منقولة من بعض فإن في جيل طالع بيزود هذا الكونتنت بالعربي والإنجليزي وإنه بيحاول في هذا الاتجاه طبعا لسه منا وهم والجيل ده كله بيفكر بالتفكير المصري انت عارفة انتوا محتاجين ان انتوا كمان تحاولوا تفكروا بطريقتهم وده هيجي من أرجيومنت معاهم من الكلام ومن النقاش تقدروا توصلوا انتوا ازاي تعرفوا تدخلوا لهم ده يعني من الأشياء المهمة جدا اللي أنا أتوقع إنها ممكن تحصل تعمل تغيير مع الوقت الغرب بيهتم قوي بالفكر يعني يحب ان الناس تبقى عندها فكر ويبقى فيه فكر قدام فكر فانا اعتقد ان انتوا لو مشيتوا بهذا الشكل وكل واحد كان عنده طريقته المميزه في الحوار ده ممكن يفرق جدا على المدى الطويل يعني. طيب احنا محتاجين نطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا الرائع مع اربع عقول رائعه على اختلاف الاعمار واختلاف الرؤى ولكن هم بجد حاجه تقول ان مصر فيها ثروه حقيقيه هم البشر. فاصل ونرجع نكمل الحوار. بنجاب تحية مرة تانية لكل المشاهدين وبنكمل حوارنا ازاي ندعم القضية الفلسطينية ايه العمل الانساني الاهلي الشباب يقوموا بيه عندنا افكار ورؤى ليه وكانت استاذة امل فوزي بتقول لنا قبل الفاصل او اثناء الفاصل بتقولي على حاجة مهمة ان انت
حضرتي او انا يعني كنت فتره من حياتي كنت محرره عسكريه، فطلعت على حامله الطائرات الامريكيه يعني. فدي اولا هي مش جايه المنطقه اعتباطا ولا جايه تتفسح، جايه لهدف، وهي حامله الطائرات دي كانها مدينه كامله عليها. اولا هي الحامله نفسها بتحميها مجموعه من الفرقاطات والمدمرات، بالاضافه ان هي نفسها عليها عدد من العتاد والسلاح والطائرات. سطح الطائره على سطح الحامله بيبقى عدد مهول من الطائرات القادره على الانطلاق والهبوط في اي لحظه، والتموين في الجو. يعني موضوع كبير قوي 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 قوي، مش سهل وان هي تتحرك الا لو كان في هدف، وطبعا احنا كلنا عارفين الهدف اللي ان شاء الله ربنا ينجي منه المنطقه. يعني احنا شايف يعني انا الحقيقه شايفه انه الفتره اللي جايه فتره مش سهله، عصيبه، ربنا يعني يسهل وان شاء الله ونقدر نخرج منها. بس زي ما قلت ان في امل في حاجات كتيره قوي. انا نفسي الشباب كمان انه لما يجي يخاطب على التيك توك يعني كمان يتعلم حاجات في القانون الدولي، يتعلم ازاي يتكلم بطريقتهم، لانه كتير منهم احنا عندنا الشباب دول بيشتغلوا بنفسهم وبانفعالاتهم، وكل واحد منهم قرر انه يشغل نفسه وهو يدافع عن القضيه لوحده. بره الحقيقه بيستوعبوا الناس اللي زيهم، بيعلموهم. حتى هتلاقي معظم اليوتيوبر بره او نسبه كبيره منهم، لا في معاهد بتدربهم، وفي ناس بتحتويهم، وفي ناس بتعرف ازاي ان هي تديهم الادوات القويه اللي يقدروا ان هم يبقوا مؤثرين بهذا الشكل. فاحنا عندنا الفتره اللي جايه دي مفروض انه الشباب دول كلهم يتم برضو تدريبهم مع ترك حريه الفكر لهم. يعني التدريب لا يعني انك انت ما تبقيش منطلقه بافكارك، ما تبقيش لا، ده مهم قوي ان كل واحد يعبر عن نفسه، بس مهم قوي انك تبقي عندك ادواتك، مهم قوي ان انت كمان تنمي هذه الادوات بنفسك، لانه في امل كبير قوي على الدور الشعبي. هو الامل اللي جاي كله على الدور الشعبي. طب البنات كنزي ومنا، المحتوى اللي انتوا بتعملوه حد بيكتب لكم؟ بتعملوا سيرش كويس قوي قبل ما تتكلموا، ولا انتوا بتتكلموا بالاحساس والانفعال اللي انتوا بتشوفوه من الاحداث؟ احنا بطبعنا العرب انفعاليين. لما انا جيت اعمل كونتنت عايزه يعني اصدره للغرب، محتاجة ان انا اقل نبرة المشاعر اعلى بنبرة الحقائق. فاضطريت انا معلوماتي اصلا عن القضية برضو ما هياش مكتملة. انا عارفة ان فلسطين محتلة، بدأت امتى، حصلت ازاي، ايه القرارات اللي اتخذت، كان لازم كل ده اعرفه بقى. اذاكر علشان ابقى بتكلم بفاكتس، حتى بحكم مثلا شغلي خارج السوشيال ميديا بتعامل مع المان، فانا عارفة انه بيفهموا اسرع لما نبره الصوت ما تبقاش اصلا فيها مشاعر، تبقى نبره فاكتس جدا جدا. فانا ببقى بحاول اللي هو انا قلبي عايزه اقول، عايزه امسكهم اهزهم كده اقول لهم يعني بصوا يعني مش مستاهله. انا عايزه اسالكم سؤال، انتوا كتيك توكرز ما فكرتوش انكم تعملوا تحالف ما باكبر تيك توكرز موجودين في مصر اللي صفحاتهم بتعدي الملايين، وتعملوا اتفاق كده بينكم ضمني، تقعدوا وتعملوا فيديوهات تتمنتش حلو تشاركوا فيها بشكل ايجابي، بحيث ان انتوا لو انتوا بتوصلوا اسرع، لو انتوا اكتر من واحد وكلكم متفقين على الرساله والايمج، وده هيخلص الفيديو ده، انا هنزل بالفيديو ده، انا هصور كذا، ما فكرتوش تتحدوا في حاجه زي كده؟ هو في اتفاق مش متقال يعني دمني. يعني احنا اوريدي ضمني. هو اجمل حاجه ان كل واحد يبقى له صوت لوحده. انا حتى لما قلت لك ان هو يتعلموا هم ياخدوا الادوات، لكن هي ايه اللي بيخلي التيك توكر يوصل يا مفيده؟ ان هو الصوت طالع من جواه. وده اللي بيوصل لبره، انه منا غير كنزي غير ساره غير كذا، كل واحد لوحده بيمثل كيان بيتكلم لوحده. يعني كل واحد بطريقته كده. انا على فكره عايزه اعلق على حاجه برضو على محمد صلاح. في ناس طلع وبارد، لا احنا قلنا ان هو اتعامل بنفس بروفيشنال طبعا، صح، الرقي والانسانيه، اتعامل بنفس زي ما منا بتقول، اتعامل باللغه بتاعتهم. وممكن يدفع ثمن اللي قاله، بس يعني ممكن قوي. يعني محمد صلاح المفروض الجو ممهد له يبقى افضل بطل في العالم، افضل لاعب كره في العالم، لكن هو ضح يعني عمل رساله مهمه جدا باللهجه بتاعتهم، زي ما قالت بالظبط منا، حقيقي وبلهجه هاديه. فجابت نتيجتها انا اعتقد في ثواني، من الحاجات اللي كانت مؤثره جدا يعني في وجهه نظري. طب انت ساره، ايه اللي انت مثلا تطلبيه
من المؤثرين سواء منا سواء كنزي سواء ناس كتير. احنا شفنا كمان هناك منا الهلباوي، شفنا رحمة، شفنا مي يعقوبي، شفنا أسماء كتيرة جدا. ايه اللي انت بتطلبيه من رحمة دي؟ عجبتني قوي. من المؤثرين دول ايه اللي انت بتقولي محتاجين يعملوا ايه تاني، محتاجين يركزوا في ايه، محتاجين لغة الخطاب تبقى عاملة ازاي؟ هما جمالهم في تلقائيتهم وفي تمثيلهم الرائع عن فعلا، يعني هما بيعرفوا يقولوا اللي احنا ما نعرفش نقوله. انا ما ينفعش اطلع على قناه الاخبار اقول لهم انتوا بتقتلوا وانتوا بتعملوا وانتوا، ما ينفعش، مش هينفع اقول كده. يعني لازم يعني ممكن نكون احنا اكاديميين شويه. هما جمالهم في تلقائيتهم، في احاسيسهم، في ان بيعرفوا يعبروا عن اللي هم حاسين بيه. اللغه مهمه قوي. يعني عجبتني برضو رحمه دي لان بينت تربيتنا. لما جت لها الريبورتر وطت صوتها، بس هي مش خناقه، هي اثبات وجهه نظر بالحجه بالحجه والكلمه بالكلمه والمبدا بالمبدا، مش خناقه. طب وجهه نظرك لما الريبورتر عرضت الخلاف، هل ده تمثيليه؟ لان ده يعني CNN عارفين كويس قوي اللي هم بيعملوا. انا شفتهم يعني عايزين يعرضوا. انا اول مره احس بوضوح الاجنده قوي كده، اللي هو يعني احنا هنعرض ايه ومش هنعرض ايه. بس هم الناس اللي شغالين، ما هم بني ادمين برضو. لا بس لا عايزين لا. بس في يعني في ايه عايز تقولي ايه؟ وجهه نظر. اللقاء كان بيتصور من كذا حد، لو هم ما زعقوش كان هيتزعق، هيتقال ان هو كان اتزعق اوريدي فكان هيتفتح، هيبقوا بياكدوا على برضه من كلمه كده كده. لا لا يعني هو بياخد كريدت. انا بقول لحضرتك هم اتحرجوا، هم كده ما عندوش حل، ما عندوش يعني حل. حد من الشباب هيزيعوا وزعوا. هم اصلا وصل خالص ما حصلش، ونزل على تيك توك برضو. ما زال منصه تيك توك من اقوى المنصات اللي لسه لغايه دلوقتي ما وصلوا لهاش. كانوا عايزين يشتروها وعايزين يعملوا اي طريقه بالظبط، كانوا عايزين يمنعوها. على الانستجرام مفيش اي حاجه من عندي اتشالت، نزلت على التيك توك تو فيديوز اتشالوا. ايوه لا ما جالكيش اي تحذير؟ لا. ليه بقى؟ على الانستجرام. على الانستجرام بيتعمل فيسبوك. لا الفيسبوك خلاص، الفيسبوك انت بس اكتبي فلسطين عالم فلسطين. بيجي لي 200 لايك بعده، كان بيجي لي مثلا وانا كمان الريتش كل سنه احنا طيبين. على تيك توك ده ليه؟ انا جالي على طول بتاع ان انا هقفل الصفحه. لا يمكن عشان انت كملتي تكملي. صورة فلسطيني، حد فلسطيني ولا طفل ولا بتاع يروح عامل لي عليها هايد. انا مش عارفه الوضع الغريب ده. عمل لنا بلوك لبعض الفيديوهات. عملوا كده في بلوكات. طيب ايه تصورك تاني يا استاذه امل؟ ايه اللي المفروض نعمله؟ هو نمره واحد انه ممكن قوي الاحداث دي تهدى قدام شويه. المطلوب ان انتوا يبقى ليكوا لاين تستمروا على الموضوع ده. يعني ما يبقاش زي ويف فوران وخلاص وانزل. صح. لا يعني المفروض يبقى انا في عندي خط كده ان انا هشتغل على القصه دي، يبقى لها هي ما اعتقدش ان الموضوع هينتهي خلال الفتره دي. وانا اعتقد انه اللي بيحصل حاليا ده فيه غباء شديد جدا، ان هو لو حتى فكر يخرج الناس من الاماكن دي. طب ما الفلسطينيين العرب في كل مكان في العالم، يعني هو ده خطر حتى على الناس بره. فاحنا اللي بنتكلم فيه ان احنا لازم تبقى دي مستمره، لازم يبقى التمكن من الادوات اقوى، لازم يعني يبقى تدرسوا بقى كمان ادوات المخاطبه، مش بس الحاجه زي ما قالت منا. لا يعني ازاي ان انا انمي طريقه الكلام مع الناس دي، اتفرج على برامجهم واشوفهم هم ازاي بيكلموا بعض وهم ازاي يعني. انتوا عارفين انا اللي لفت نظري ايه؟ اوبرا وينفري وألين دي جينر اللي هم دول أكتر من أقوى مذيعين في العالم، ولا واحدة نزلت بوست. ألين دعمت إسرائيل. يعني ولا اللي هم ماشيين في إن هم بالهيومن إيد وإن هم مع الإنسانية، ولا حد فيهم خالص. ودي كانت حاجة برضو يعني أنا في ذهول. بس ده اللي يخليني أسأل سارة، معلش، كمحللة سياسية انت ليه شايفة ان المرة دي في نوع من لو هينفع اقولها الفجر
سياسي باينين قوي قوي باينين، يعني في حاجه كده اللي هو اهو كده ليه ومش هنعرض هو واحنا منحازين واحنا هنضلمها عليك ليه كده، حاله استقواء وازدراء في نفسك. تفتكري ايه من وجهه نظرك؟ عشان كده النهارده سياده السفير ابو الغيط قال احنا نخشوا انها تتحول لحرب دينيه. هي المره دي كده متلونة بلون الحرب الأيديولوجية الدينية بصراحة، والسبب في ده بايدن الحقيقة. ليه بقى؟ علشان أبدى دعمه الأعمى اللحظي الفوري لإسرائيل، محاولش ولا أي حاجة، خلاص هي سقطت الأقنعة. اشمعنا هنا؟ طب واشمعنا اسمها مقاومة في أوكرانيا؟ اشمعنى اسمها احنا بنساعد الشعب الاوكراني يقاوم والدوله المحتله بجد اتغيرت ما هي دي البروباجندا بقى، واستخدام البروباجندا يدل على اننا في حرب. اشمعنى هنا اسمها كذا واسمها هنا كذا؟ فخلاص هي شكلها كده اتصبغت بايه، يعني حرب دينيه، فاللي هو مبدا بوش لو انتوا مش معانا انتوا ضدنا، هم ماشيينها كده دلوقتي. ولو انت على عينك مش مع اسرائيل على عينك تاجي، احنا مع اسرائيل. وزي ما الاستاذه امل فكرتنا بالمقوله اللي هو لو لم تجد ولا انسانيه ولا هنخترع هنوجدها. عشان كده احنا احرجناهم بلغتهم في الايام شارون وخطاب الضمانات. وخطاب الضمانات ده كان في 2004 او 2003 كان بيتكلم على نقاء الدوله اليهوديه، فده وطبعا من قبل كده بكتير جدا من 82 في معهد كيوفوم لما طلع وقال ان انا هستنى لما المنطقه كلها يحصل فيها تفتت، وكان بيتكلم على مصر كالجائزه الكبرى. كان في هذا الكلام بيقول عند غياب السلطه المركزيه سيتم كذا وسيتم استعاده كذا، وهي دي الخطه يعني اللي هم قوه اسرائيل مش في تعدادها العسكري واقتصادها، قوه اسرائيل في تحويل وتفتيت الدول اللي حولها الى دويلات طائفيه حزبيه. القوه الاكبر في انا من وجهه نظري اكتر حاجه احنا استفدناها كشعب عربي ايه، ان احنا كنا بنسمع عن المخطط وكنا بنسمع دايما عن ان هم ناويين يعملوا كذا وناويين يعملوا كذا. هي اللي احنا استفدناه المره دي ان احنا شفناه لايف ومنتهى البجاحه. فاي حد كان عنده 1% من ان ده كلام هكس، لا مش هيقدروا، لا ما تقدرش، لا هم بيعملوه بمنتهى البجاحه وعلى عينك تاجر. هو دلوقتي هم متخيلين ده انا وقت التنفيذ، هم بيجهزوا المسرح لتغير عالمي وجيوستراتيجي كبير جدا، ومع احداث اوكرانيا مع بعض الاحداث الموجوده في البلاد العربيه متخيلين ان ده آن الوقت للقضاء على دوله فلسطين وخلق شرق اوسط جديد بقياده اسرائيل وشكل اخر من الحريه على النسق الامريكي. بياخدوا القرارات دي منين؟ يعني بياخدوا فكره ان القرار سيتم انجازه بنجاح ازاي؟ بصي انا هقول لك حاجه، في شكل كتير قوي من السيناريو اللي حصل هنا ده بسيناريو سبتمبر 2011. علشان هم في 2011 كان في كتاب مهم قوي اسمه استعاده الزعامه الامريكيه، اتعمل سنه 98 وادوه لجورج بوش الابن. قالوا له لازم تعمل حدث ضخم جدا، ده في اول فصل في الكتاب، تعمل حدث مهم جدا كبير ضد الامريكان جوه امريكا نقدر نخرج بيه القوات الامريكيه بره، نقنع الامريكان ان احنا نطلع القوات الامريكيه بره ان احنا هنحارب الارهاب، وده هيخلينا نستعيد الدعم الامريكي، وده اللي حصل. والكتاب ده كانه عارفه الكتاب الجيل ولا الخريطه اللي كل اللي اتكتب فيه تام بشكل لا يمكن الغاء الاتفاق الصواريخ البستيليه مع روسيا، مش عارفه ايه القضاء على عرفات، كل ما تم فيه. المرة دي هو نفس القصة، عشان كده حتى لما طلع نتنياهو قاعد مع بايدن قال له انت قضيته على الارهاب وبعد 2011 وقضيته قبل كده مش عارفة ايه ودول هتقضوا على كذا، هو حتى ربط فكريا ما بين ده وده. فهم دلوقتي مهدوا المسرح ومتخيلين انه انا وقت التنفيذ. احنا وقفنا لهم وان شاء الله نصمد وان شاء الله هندافع عن اماكننا وحن يعني باذن الله. فدي يعني حجر العصر يعني. طيب استاذه امل ودكتوره ساره، هل طبيعي ان الاعلام يبقى على الحياد في وقت الحرب؟ يعني هل احنا مثلا ممكن نتوقع
ان الاعلام المنحاز لاسرائيل وهو يرى الحقيقة بعين واحدة وعين كمان مش مظبوطة قوي ونظرها ضعيف، ان هو ممكن يبقى على الحيط. هو ما فيش اعلام على الحيط، بس في اعلام بيقدر، هو المفروض ان الاعلام دوره ايه؟ دوره يقول الحقيقة، ده المفروض. لكن احيانا الحقيقة دي تبقى ملونة باللون اللي تقدري تكتشفي بسهولة انه ملون، فساعتها بيبقى بروباجندا. واحيانا يبقى متلون بدقة شديدة جدا ويبقى دي فيك، وبرضه واحيانا تقدريش تكتشفيه زي ما بيحصل احيانا في اوروبا للاجانب. هم بيعرفوا يلونوا اعلامهم بطريقة مقنعة لمجتمعهم، بيعرف يكلمهم ولا يمكن ان انت تقول عليهم ده دول بروباجندا، دول كلهم صوت واحد. لا، هم عندهم، عشان كده بقول الادوات، لما كنت بقول للشابات الجميلات دول كنت بقول لهم خدوا ادواتكم لكن كل واحد يبقى بطريقته، لانه الصوت الواحد مش يعني غالبا بره بيبقى غير مقبول خلاص. فلا مفيش اعلام، عايزين تنوع اصلا، مفيش اعلام محايد لكنه بيبقى ظاهر انه محايد بالظبط كده، او مش ظاهر فمعمول بعدم حرفيه. أنا بشوف إن من المهنية إن نعرض الوجهين ده في الإعلام الدولي. الإعلام الوطني لا طبعا بننحاز للجانب اللي إحنا معاه، لكن الإعلام الدولي لو مهني حقيقي يعرض النظرتين بالتساوي. ولو بالتساوي، عرض ده بالتساوي الدنيا هتتغير فعلا لصالح اللي صالح الحق بقى، يعني هم زي ما احنا المره دي قدرنا ان احنا ننزل اعتراضات ومظاهرات في جميع دول العالم من غير ما احنا نتعب. انتوا الشباب الصغير لما عمل كوميونيكيشن مع بعض، مع بعض، قدروا ان يقولك ايه ده، لا في حاجه غلط. بالظبط، ما انا بقول لحضرتك يا فندم، هو مهم جدا ان كل واحد ياثر في حتته وبطريقته يعني احنا دلوقتي عندنا الساحه مفتوحه جدا جدا جدا، والدنيا متطوره وكل يوم في تطور وتطور، فمهم جدا ان يبقى لينا بصمه كل واحد في حتته وبالطريقه اللي بتوصل لهم. دي مهمه قوي قوي، لان على المستوى الشعبي ليهم طريقه، على المستوى الاكاديمي ليهم طريقه، على مستوى الاعلام ليهم طريقه، على مستوى الاكاديميا ليهم طريقه، واحنا عايزين وعلى مستوى السوشيال ميديا والاعلام والتلفزيونات والهوليوود بكل هذه الطرق، يعني اي مكان الطريقه الاكاديميه الشعبيه الاخباريه احنا ننجح في كل، فلازم احنا ابتدينا نمسك الخط. والحاجه الوحيده الغير متوقعه دايما اللي دايما الغرب بيعمل حسابها قوى الشعوب وقدرتهم على التغيير. يعني دي من النقط اللي هي بيعملوا لها حساب قوي. واحنا املنا في الجيل الجديد منا وكنزي واللي زينا وغيركم، تحياتنا ليكم كلكم، فده الامل فيكم، وفي اكيد هيبقوا الاف وهيبقوا ملايين ان شاء الله. بنشكركم جدا، اسعدتونا ونورتونا، ولسه حلقتنا مكمله، نشوفكم بعد فاصل. التالي احدث جراحات التجميل مع دكتور وائل دغستاني. بنجد تحية مرة تانية لكل المشاهدين. النهاردة أو فقرتنا النهاردة هنتكلم فيها عن التجميل من وجهة نظر سعودية، ومعانا طبيب أستاذ في جامعة الإمام بالمملكة العربية السعودية واستشاري جراحة التجميل والترميم دكتور وائل داغستاني. هنعرف منه إزاي التجميل أصبح ثقافة، وإمتى بيكون ضرورة، وإمتى بيكون رفاهية، إمتى بيكون تجميل، وإمتى بيكون ترميم. سعدتنا ونورتنا. اهلا وسهلا بك دكتور وائل. حضرتك في التايتل دكتور تجميل وترميم، طب ممكن اعرف ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني ايه التجميل طيب والترميم؟ شوفي، جراحه التجميل احنا ندرس بعد كليه الطب، ندرس تقريبا 5 إلى 6 سنوات تخصص جراحه التجميل والترميم. اوكي، فايش الترميم؟ جراحه التجميل ايش الحالات اللي يعملها؟ اي كسور في اليد، اصابات في اليد، قطع او تار، شفت العمال اللي يشتغلوا احيانا يتقطع منهم اصبع زي كذا، او حاجه تتقطع بالضبط، فمثلا تقطع يده لا سمح الله، تقطع اصبعه، عندهم اصابات في اليد، هذه كلها تحت جراحه التجميل. الاطفال اللي تولدوا مثلا عنده شفه ارنبيه، عندهم فتحه في سقف الحلق، يتولدوا اصابعهم لاصقه في بعض،
هذه تدخل تحت جراحة التجميل والترميم، هذا الجزء الترميم. دي جراحة الضرورة الترميم هي العلاجية. ايوه علاجية الحروق لا سمح الله، اوكي، فهذه طبعا تحت جراحة التجميل. اللي جيهم كانسر، بريست كانسر ولا سرطان ثدي، السيدات اللي نشل لهم الثدي حقهم نرجع نسوي لهم ثدي ترميم، ترميم للثدي. ففي اشياء يعني يمكن ما يسعفنا الوقت ان نحكيها، بس هذه هي الفكره. لكن ما بين انا كده فهمت ما بين التجميل والترميم. والترميم التجميل، التجميل اللي هو الفيلر وبوتوكس والشد البطن وشفط الدهون والاشياء هذه. اوكي، هل بيختلف من الاجيال؟ يعني الشباب في بقى في حاجات كده معروفه بيطلبوها، والاجيال الاكبر ثم الاكبر، يعني هل كل جيل ليه اختيارات كده واولويات؟ شوفي لو تلاحظي دحين في حق في طريقه حقل البوتوكس اسمها ايش؟ اسمها نفرتيتي. يسموها نفرتيتي عشان التماثيل حقت الملكه نفرتيتي زي كذا كان عندها الفك محدد وواضح، اوكي؟ فالجمال المصري يهتم بالضبط ومعروف الجمال المصري من ايام من زمان والله، اوكي، لكن نظره الجمال تختلف من جيل لجيل، من شعب لشعب، من عرق لعرق. ففي احيانا الناس مثلا في مصر يحبوا الشكل زي كذا، في السعوديه يحبوا زي كذا، العرب كلهم يمكن يتفقوا على منظور جمال واحد، غير مثلا الفرنسيين، غير الامريكان. فما في ستاندرد جمال محدد في كل زمان وفي كل مكان. الانفلونسرز لهم ولا الفاشينيستات هذه الايام لهم دخل دحين صار في الموضوع. تيجي واحدة مثلا مشهورة في امريكا ولا في السعودية ولا في مصر تسوي حركة في وجهها ولا في جسمها تصير ترند، يصير الناس يسووها. طب انا ملاحظة ان السيدات السعوديات في مجال التجميل بالذات حريصات جدا جدا، يعني هم مش بيجوا لما بتحصل التجاعيد. انا دايما بحس ان الست السعوديه بتبقى حريصه ان ما تحصلش عندها التجاعيد، يعني دايما مهتمين من هم صغيرين، لا ممكن اعمل بوتوكس، ممكن اعمل شويه فيلر، ممكن اعمل حقن شفايف، ممكن اعمل التكسس. مش شرط في بلاد تانية بيبتدوا ياخدوا التجميل لما يحصل لي بقى ترهلات، لما ابتدي اكشر فابتدي اروح للدكتور. شوفي السيدات ولا النساء في العالم كله يهتموا في جمالهم، اوكي، السعودية بيهتموا في جمالهم، هنا بيهتموا في جمالهم، في أي بلد تاني في أفريقيا ولا في أوروبا. بس هما هناك في السعودية هناك الوعي عندهم أنا أكبر. أنا أقول لك ليش، انتشار السوشيال ميديا بشكل كبير، انتشار ثقافة الجمال والمحافظة على الصحة. الآن أوزان الشعب، أوكي، بتقل. ليش؟ كثرة النوادي، صاروا البنات يهتموا يروحوا الجيم، صاروا يهتموا بصحتهم، نوعية الأكل بدأت تختلف. فلما هي باكج كامل، فالواحدة ما يصير تنتبه بس على بشرتها ومثلا مو مهتمة في صحتها، فتلاقيها الفئة اللي بتقولي عليها تلاقيهم بدأوا يصيروا رياضيين أكثر، ولبس وأكل وكل شيء، هو باكج واحد. اللي تهتم في نفسها تلاقيها مهتمة في كل شيء، واللي ما تهتم في نفسها تلاقيها غالبا ما تهتم في نفسها وكل شيء. بما أن ثقافة التجميل أو الاهتمام بتتغير وبقت دلوقتي أكثر وعياً، إيه الحاجات المشتركة بين النساء في السعودية بيطلبوها؟ يعني أكثر الحاجات اللي هي يا أستاذ سهير ما حدش يفهم الستات في أي مكان في العالم بلا كتالوج، ما في شيء مشترك إطلاقاً، أوكي. كل يعني أنا أقول لك، تجي الوحدة في العيادة تقول لك مثلاً دكتور أنا إيش أحتاج؟ ما صعب تجاوب السؤال هذا. يعني انا قد خدعت وجاوبت السؤال هذا، فكان انفها نوعا ما كبير ويحتاج له شويه عمليات عشان يترتب، فصدمتها لما قلت لها. كان هي شايفه اجمل شيء فيها انفها، فما تقدر انت، قلت لك احنا صعب نفهمكم في الاشياء هذه، المفروض ترد لها السؤال انت شايفه بالضبط. انا ايش اقول لهم؟ جيبي مرايه وحطي واعتبر ان عندك عصايه سحريه، ايش اول شيء تبي تغيريه؟ مره جات واحده عندها شامه كبيره في انفها وطالع منها كذا، يعني شامه كبيره وشكلها مو حلو، وفي جنبها شامه صغيره، فجايه تبي تشيل الشامه. وقت العمليه
لما جيت احط البنج تقول لي بتعمل ايش؟ قلت لها بحط لك بنج. قالت لي لا مو هذا اللي ابغى اشيله، ابغى اشيل هذه الصغيره. فصعب لازم ما يصير الدكتور هو اللي يقرر الوحده ايش تبغى. لانه الجمال نسبي واللي انت تشوفيه حلو قد انا اشوفه عادي. لكن حضرتك ما تقدرش تقنعها، يعني لو حد جاي لك يقول لك انا عايزه ابقى شبه كذا او عايزه اشيل كذا واخلي كذا، ما فيش طريقه ان حضرتك الا انا اديها وجهه نظري بس ما اقدر افرض يعني رايي عليها. دائما يقول لك والله لا الجراح لازم يكون ما يبالغ ولا زي كذا. الكلام هذا مو دائما صح. ذوقي وذوق مثلا استاذ مفيده ولا ذوقي كل زي كذا، ما احنا في نفس كل الذوق. واحد لي طريق. أيوة. اللي انا اشوفه مو حلو ممكن تشوفيه حلو، مو معقول انا ابغى اسويك على 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 وجهه نظري انا. لازم بس لازم يكون عندي حدود، اذا حسيت اني باخرج من الحدود لازم إن انت هتضرها في الشكل او هتخليها يعني مش طبيعي، هنا هتتدخل. هقول لها انا ما افضل اني اسوي لك، هو غالبا ما حسويه بس ما يصير افرض رايي تماما عليها. يمكن زوجها يحب يشوفها بالطريقه هذه. يمكن يعني لو حضرتك مش مقتنع وهي مقتنعه تعملها اللي هي عايزاه ولا بترفض تعمل؟ اذا ماني مقتنع عشان انا شايفه مو جميل ما له دخل، اوكي؟ ما دامت هي شايفته جميل خلاص، بس اذا ماني مقتنع لانه مثلا صحيا هيضرها صحيا ضرر عليها ولا انها حتسويه دحين تكون مبسوطه فيه وبعد 5 سنين ولا 10 سنين حيضرها ولا ما حيطلع جميل، ما حسوي. طب دكتور وائل لو انا سالتك اسئله سريعه وقول لنا او لا. طيب البوتوكس في سن الأربعين مش قبله صح ولا غلط؟ ممكن قبل. غلط. 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 ممكن قبل من سن كام؟ ماله سن. ماله سن. شوف البوتوكس اللي تسوى عشان يخفف من الحركات التعبيريه. اوكي. افترضي واحده دائما عصبيه دائما من عمرها 18 ولا 19 سنه عصبيه دائما معبسه كذا، اوكي؟ واحده ليش النظارات الشمسيه احيانا تخفف من التجاعيد؟ اللي يشتغلوا في الشمس ولا في نور عالي تلاقيهم دائما يسووا كذا، هذول تجاعيدهم تطلع اسرع، فتلبسيهم نظاره شمسيه. او قدرها مثلا انها تحب حد او تتجوز حد يخليها متعصبه طول الوقت. ممكن هذا سبب. هذا سبب. فهو هذا تحطي له هو بوتوكس وتحطي له هي بوتوكس عشان ما يشوفوا نفسهم، عشان ما يشوفوا نفسهم معصبين. في سؤال تاني، مش بس السعوديه ولكن في البلاد العربيه الموجود الفيلر بكثره. يعني انا كنت في احدى الدول العربيه بلاحظ انه في اصحابي احنا قاعدين مع بعض هتلاقيهم منفخين كده. يعني احنا هناخدك عند دكتور، انت محتاجه بقى ايه تكبري ده يا جماعه، انا مش شكلي مش هيبقى حلو. لا 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 ده الترند، كل الستات بيعتبروا ان لما اكبر ده هو ده الموضه ودايما موجوده في الخليج. طيب ليه؟ لانه انت قلت بنفسك هم يحبوا كده. ايوه صح، هم يحبوا كده. انت ما تحبي، انا ما احب، هي تحب. ده كانت خناقه في الكافيه. لا مش هعمل ده، لا هتعمل ده هتبقي احلى. بس هم يحبوا. لو احنا دائما نقول مثلا في ستات كثير منفخين بزياده لانهم كثير وموجودين، معناتهم انهم هم يحبوا هذا الشيء. بس ما بيبقاش حلو. بس انت كدكتور ليك عندي تدخل. عندك هي شايفته مره حلو. طب دكتور انت ليك تدخل في حجم النفخه؟ يعني بقدر ما احط ابره اقدر احط ابرتين بدل ما لا مش قصدي، يعني انت مثلا لما تيجي البنت يعني ما بتنصحش انه لا لك حد تقف عنده؟ لا انا مش هعمل اكتر من كده، كده هتبقي. شوفي احيانا خلاص اقول لك يعني حتى لو ذوقي وذوقها مو نفس الشيء، هي تحب اشياء كبير، بس انا اقول طب لو سمحتي ما ابغى اسوي، لانه ما ابغى، انا عارف انه لما تروح حينتقدوها الناس وحيسالوا مين سوى لها. أيوة ما ابغى اسمي ينحط في الموضوع. بس مو معناته اني انا لازم اتحكم في، يعني قلت لك يمكن مجتمعها يشوف هالشيء هذا حلو. في ناس يحبوا الاشياء هذه. طب في نقطه مهمه جدا، في فتره من الفترات في فاشينيستس كثيره جدا في السعوديه وفي غيرها كان عندهم موضوع العمليات التجميل اللي هو الخصر الرفيع جدا وييجوا من تحت يعملوا الهارت شيب، وخد نقد غير طبيعي في بقيت، ومع ذلك في ناس حابينها. هل دي من العمليات اللي بتعتبر موضه ممكن دكاتره كتير يعملوها ولا ده دكتور معين؟ شوف يجي زمن في الدنيا انه تكون المليانه هي الاحلى. بس ده مليانه بطريقه. ويجي زمن في الدنيا النحيف هي الاحلى. زمان المليانه كانت الاحلى والشعراء كانوا يقولوا تمشي الهوينه، ده دليل على الجمال والجاذبيه. كانوا يحبوا مثلا البيضه، دحين صاروا لا يبغوا يسووا تان. فما في ستاندرد.
هذا هو الشكل اللي يسموه شكل المزهريه اللي تلاقيها مليان أيوة. شويه فوق بعدين نحيفه بعدين تبدا جسمها دي يعني. بتبقى بعمليه يا دكتور؟ في ناس طبيعتهم كده وفي ناس بعمليه. لا اللي مش طبيعتهم بتبقى عمليه حقن دهون. أي شفط وحقن اللي يسموه نحت الجسم واعاده حقن الدهون. فهذه تتعمل. هل هي الان موضه؟ في بعض التوجهات الفاشينستية صارت موضة بس ممكن تروح بعد شهر ولا بعد سنة. بيسموها هي دي اللي بيسموها الدهون الذهبية؟ هذا الدهون الذهبية تقريبا هي اللي نسميها الدهون الذهبية. طيب صح ولا غلط حقن الفيلر تحت العين؟ صح صح صح. لمين؟ مش لكل الناس. الفيلر أنواع. طيب في نوع يكون لزوجته خفيفة وفي شيء يكون لزوجته ثقيله. العين ليش اول شيء ليش نحقن تحت العين؟ العين في يصير السواد تحت العين. السواد يصير لعده اسباب، احد الاسباب هذه انه يكون في تجويف فيصير السواد من الظل حق التجويف. فالحل انك ما يصير فيه تجويف نحط فيلر. الفيلر عشان الجلد هنا نحيف مره لازم يكون انعم فيلر موجود. فنقدر نحط فيلر بكميات خفيفه عشان نودي التجويف ويروح السواد. نمنع ازاي ان بعد فتره من واحنا حاطين الفيلر تحت العين ما يضعضعش؟ حضرتك فاهم يعني ايه ما يضعضعش؟ أيه يعني نوع يبين ان في حاجات. اختيار اول شيء الاختيار نوع الفيلر لازم يكون من النوع الناعم والخفيف. ثاني شيء ما ينحط بكمية يعني افضل تحطي شويه وما تتحسن كامل وتجي بعد اسبوع الاسبوع بس ما تجي تحطي من المره الاولى طبعا حتنفع. في ناس كمان للاسف لما تصير شيء زي كذا يتحسسوا من الفيلر فتلاقيهم ورموا شويه. العموم لو ما ضبطت الفيلر في المنطقه هذه سهل اذابته، فالواحد يقدر يدوب وكانه شيء لم يكن. بس بيغمق. يعني الماتيريال بتاعه ذوبان الفيلر بتبقى أحيانا كلام للبشر. لا نفس ماده الفيلر لو انحطت تحت الجلد مباشره تبان، يبان اللون الازرق ولا الغامق حقها هذا، فالمفروض تنحقن تحت العضله. طيب صح ولا غلط ان انا وانا في عمر العشرين اعمل شد وجه بالخيوط؟ غالبا نقول لا، بس اذا كانت افترضي واحده عمرها 20 سنه وكانت سمينه مره وراحت سوت عمليه من عمليات التكميم ونزلت 40 كيلو اوكي فوجهها ترهل فتقدر وقتها تسوي خيوط. طب بما ان احنا بنتكلم في الخيوط، في وقت معين وسنه معين الخيوط مش هيأثر لو الوش متعود انه يعمل خيوط؟ شوفي الخيوط هي مرحله في النص. في ناس يحتاجوا شد وجه جراحي وهذول مو كل الناس يبغوا يسووا العمليه هذه، بس ما يبغوا كمان يحطوا فيلرز وبوتوكس عشان يضخموا وجههم. فجاء اختراع الخيوط للمرحله اللي في النص هذه اللي يقدروا يحسنوا من ترهلات الوجه بدون ما يسووا عمليه. عيب الخيوط انها مؤقته، يعني ممكن تمشي سنه سنه ونص سنتين بالكثير بعدين ترجع يعني يحتاج اعاده العمل. بس لما بتيجي ترجع اعاده بتبقى بنفس السوق بتاع الاولانيه ولا بيبقى فيه؟ لا تكون تحسنت يعني شوي. هي اصلا لما تسوي لها خيوط حتى لما تذوب الخيوط ما راح ترجع نفس السوق حق اول، تظل حتكون افضل من اول. الخيوط تحسن نقدر نقول احيانا اذا استخدمت بطريقه كويسه 50 60 70% من نتيجه العمليه، بس هربنا من العمليه لفتره. طيب هل نقدر نقول ان تجميل الرجل اصبح ايكوال مساوي لتجميل المرأة؟ لا شوفي ما وصلنا لمرحله الايكوال ان شاء الله. من وجهه نظري ان شاء الله ما نوصل، بس في نسبه ليه ما نوصل مع حقهم. يعني انا الراجل بيعمل بوتوكس ممكن يعمل فيلر. الرجال شوفي الرجال بيعملوا البوتوكس بس ما عمليات كيف اقول لك، هي الرجال يسووا مثلا انفهم اوكي، يسووا الدبل تشين اوكي، يسووا في رجال عندهم تفدي أوكي. لكن الان صار في رجال اعلاميا يظهروا كثير، صار متطلبات الرجال اكثر واول كان اعلاميا يعني نقول مثلا مذيع في التلفزيون ولا ممثل ولا مغني واحيانا لاعب كوره مشهور. الحين لا الاعلاميين الرجال صاروا اكثر، صار كل واحد في جواله صار اعلامه اوكي، فصار هذا مصدر رزقه ولا مصدر دخله. فهل يبغى يحسن من شكله عشان البزنس حقه عشان الانفلونسر ثينج إيه اللي هو بيسوي؟ اكثر حاجه طلبها رجل جالك بدون ذكر الاسامي وانت وقفت استغربت اكثر طلب غريب؟
رجال يكونوا يبغوا يسووا نحت ولا في الجسم بطريقه غير لائقه رجاليا. هذه تحصل. اوكي تحصل. ايوه تحصل. ساعتها انت بتقول لا انا غالبا ما اسوي. طب شايف ازاي مستقبل التجميل في الخليج؟ هذه نقطة مهمة مو بس في الخليج، في العالم العربي. انا اقول لك ايش الفرق. احنا انا اعتقد ان كان في السعودية ولا هنا في مصر ولا في الخليج متطورين اكثر من غيرنا في التجميل. السبب في امريكا مثلا مين اللي يسوي التجميل؟ معظمهم حقون هوليوود، الفئة الغنية ماديا، يعني هناك مشغولين في اعمالهم اكثر من مشغولين في نفسهم. احنا معظم الشعب هنا بالسوشيال ميديا يحبوا يحافظوا على نفسهم جماليا. المتطلبات الكثيرة من المراجعين عندنا خلتنا غصبا عننا نحاول نطور في مهاراتنا ولا في علمنا ولا حتى في الأجهزة اللي نستخدمها. ففي المنطقة العربية الطب التجميل يعتبر ادفانس اكثر من غيره في اي مكان في العالم لما تاخذي مجمل المنظور. كمان وانا بسمع ان عندكم كل انواع الفيلر وكل انواع البوتوكس الاب تو ديت وكل انواع الحقن اللي بتدي نضاره، كله 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 بيجي اب تو ديت. انت لازم تعرف انه ترى يمكن اقوى بلدتين في الشرق الاوسط في الطب التجميلي احنا وانتم. ترى انتم في مصر متقدمين جدا جدا جدا، عندكم دكاتره رائعين، عندكم امكانيات كويسه. فالمنطقة كلها نعتبرها كتلة واحدة إن شاء الله دائما. فإحنا متطورين جدا من متميزين. تعمل لنا بقى هدية لمشاهداتنا في السعودية. أمري إيش تبغي؟ تبغوا بوتوكس، فيلرز، إيش؟ كله. إيش يعني كنا قاعدين نتكلم؟ نختار حد يبعت لنا بقى على الصفحة ونختار منهم. نسوي واحدة بوتوكس. وواحدة فيلرز. أوكي. وواحدة مثلا خيوط في الوجه. اوكي خلاص ثلاث هدايا. شكرا بنشكرك، ميرسي نورتنا وشرفتنا. شكرا بنشكركم بنشكركم مشاهدينا. ان شاء الله نشوفكم على خير. ان شاء الله نشوفكم على خير. ودايما الستات على النهار، دايما دعواتنا لفلسطين، ودايما امنياتنا لفلسطين، وامنياتنا لكل مشاهدينا. نشوفكم على خير.